اتفضل. سيدي هو كان في بداية حياته هو على الإعلام، وكان عنده 3 إعلانات، كان هو واثنين أصدقائه بيروحوا إعلان في الصحراء. فلما علموا بدون الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا عملوا بطشيات، 2 يحرسوا الإعلان وواحد يروح يشوف الرسول بيتكلم عليه وبدأوا فيه. اليوم اللي راح سيدي عقبة رجع لأصدقائه قال لهم مبروك عليكم الغنمات بتاعتي مقابل إن أنا هفضل بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام. فضل سيدي عقبة ملازم الرسول عليه الصلاة والسلام، ساعد الناقة بتاع الرسول وحمى الرجل جدا. في كذا حديث رواية من سيدي عقبة للرسول عليه الصلاة والسلام مفيش وصيت بينهم. سيدي عقبة إجا في فتح مصر مع سيدنا عمرو بن العاص، بعدها حكم مصر 2 وثلاث شهور. كان قاعد في ميت عقبة دي اللي سميت على اسمه. بعد كده راح قعد 10 سنين في بلاد الحجاز ورجع تاني، يتوفى هنا سنة 58 هجري. طبعا يعني هو المولد امتى؟ المولد بتاعه عدى ولا لسه؟ ده المولد بتاعه في شعبان. كام شعبان؟ قبل الهجوم على الاسلام. هو طبعا بجد سيدنا الامام الشافعي. ما هي 15 شعبان ستنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. هي بتبدا بقى ايه يعني، هو سيدنا الامام الشافعي وسيدنا الامام الليث وسيدنا عمر. 3 جمعة ورا بعض. سيدنا الليث الاول ولا سيدنا عمر؟ لا سيدنا الامام الليث. الليث سيدنا الليث بن سعد وبعديه على طول يعقوب سيدنا عقبه بن عامر الجهني. يعتبر مثلا يعتبر اخر جمعه في شعبان، بس هي لما بنيجي نشوفها كده بتعتبر قبل الجمعه الاخيره. طب المواصلات اللي بتوصل لهنا ايه؟ هو حضرتك بقى هتيجي بقى من السيده عائشه تركب اتوبيس اللي هو 93 اللي بروح صقر وقريش وبساتين. وهتنزل بقى اللي هو ايه يعتبر بعد ما تنزل العدوية، يعني يقول لك المنطقه دي ربع العدوية. لا مش ربع، هو يعني اللي عايز يعرف مثلا مثلا ربع طبعا مدفونه هنا هنا قريبه من هنا، اول حراره بتطلع عندنا كده شوف على كده الشيء معازي النوم المصري ومعروف الكرخي محمد سيدي محمد بن الحنفية أبو سيدنا الحسين. ليه مقامين هنا في مصر سيدي محمد بن الحنفية؟ هما هنا ستنا ربع، هما التلاتة في غرفة واحدة، ستنا ربع في مكان برضه حاجة واحدة، هما اللي كانوا مع بعض عبد الحنفية ومحمد بن مصر. فطبعا هنا هي وقال شارع المدارس على طول بتاع الشمسي، تروح كده شارع المدارس تيجي على كده تيجي على سيدي عمر. يعني شغلتك ايه هنا؟ انا خادم الناس.